أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل من قال أنا سلفي على منهج السلف هل يكون هذا من تزكية النفس؟ لا يقول أنا سلفي لأنه من تزكية النفس، لكن عليه أنه يتعلم منهج السلف ويسير عليه. ولو ما قال أنا سلفي، ما كان العلماء يقولون نحن سلفيون، كانوا يقولون هذا، لكن كانوا يعتنون بمذهب السلف ويتعلمونه وينشرونه، ولا أحد منهم يقول أنا سلفي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.